مساء الخير على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم زملكاوي على شاشه قناه ناديكم نادي الزمالك لمتابعه اخر اخبار نادينا والمستجدات على الساحه الكرويه. حلقتنا النهارده يعني منورنا ضيفنا الكابتن اكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق. نورنا يا كابتن. حبيبي امينه، تحياتي ليك وطبعا كل مشاهدي نادي الزمالك ومحب نادي الزمالك في كل مكان. يعني اهلا بحضرتك. النهارده الزمالك كان بيلاعب بلديه المحله في استاد القاهره، وهي المباراه المؤجله من الاسبوع ال 17 من مسابقه الدوري المصري الممتاز. للاسف انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. الجهاز الفني للزمالك بقياده مستر جوزيه جوميز بيتعامل مع الفتره الحاليه، خلينا اقول بواقعيه شديده جدا. ايه الاستفادات اللي ممكن تتحقق من المباريات المتبقيه من مسابقه الدوري، خاصه بعد ما ابتعد فريقنا عن المنافسة، منافسة طبعا مسابقة الدوري بهذا الموسم بلغة الأرقام. وعشان كده الجهاز الفني واصل الاعتماد على اللاعبين البعاد عن المشاركة، والأهم هو منح الفرصة للاعبي فرق الشباب. عشان كده الجهاز الفني النهاردة بدأ وواصل الاعتماد على اللاعبين الشباب زي أحمد مجدي في مركز المدافع، حسن أبو المعاطي في مركز الظهير الأيسر، محمد السيد في وسط الملعب، عمار ياسر جناح ايسر، حازم اسامه جناح ايمن، كل الاسماء دي من قطاع الناشئين وبنشوفها في ماتش النهارده. ويعني كويس جدا اللجوء لسياسه اكتشاف المواهب في القطاع عشان تقدر تشوف مين يقدر يكمل معاك في الفريق الاول الموسم المقبل، ومين يطلع اعاره، ومين ربنا ممكن يكون كاتب له فرصه في مكان تاني. وده شبه ما يتم تنفيذه مع اللاعبين اللي بيشاركوا مؤخرا وكانوا بعاد عن المشاركة من بداية السيزن. كمان شفنا النهاردة ان جوميز استبعد عمر جابر ونبيل عماد دونجا من قائمة المباراة، وده بهدف منحهم الراحة في ظل تلاحم المباريات ومشاركتهم بنسبة حوالي 95% موسم الزمالك الحالي بشكل عام على مستوى المحلي ومستوى بطولة افريقيا. كان كلامه من كام يوم ان انا مش هجيب قائمه الفرقه قبل المباراه تاني. اداء الزمالك النهارده يمكن هتكلم مع الكابتن ما كانش الافضل، وده بيعود بالطبع لعدم الاعتماد على الاساسيين وعدم وجود عنصر الخبره في اللاعبين الشباب، لكنهم بروميسنج مبشرين. باذن الله باذن الله القادم كله بتاعهم. أداء الزمالك نشط على مستوى الهجومي، وده اللي احنا شفناه بعد مشاركة كابتن عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي بدلا من محمد السيد وحازم أسامة وترافيس موتيابا. حصل انتشار هجومي لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة في العديد من الفرص. حاولت بشكل عام أعمل ملخص للمباراة، يمكن في ناس ما تبعتوش، لكن كابتن أكرم خليني أسأل حضرتك قبل ما نستعرض كلام جوزي جوميز، شفت تعادل النهارده ازاي؟ بص، هو مستر جوميز طبعا الله يكون في عونه الفتره اللي فاتت دي كلها هو فضل مركز، يعني فضل مركز وفضل شغال لحد الكونفدراليه ما خلصت، وبدا يعمل يعني زي بقى يعني اراحه لبعض اللاعبين. عندك دونجا وعمر جابر افضل اتنين، انا اعتقد ان هم في خلال الموسم هم افضل اتنين ادوا في نادي الزمالك الفتره اللي يعني طول الفتره هم افضل اتنين موجودين واكتر اتنين شاركوا في الفتره اللي فاتت دي كلها. انا شايف ان مستر جوميز عاوز يستغل، خلاص هو اكيد حط دماغه في لعيبه معينه هتكمل معاه الموسم القادم، وعاوز يشوف الولاد الصغيرين اللي صاعدين فيهم لعيبه كويسه، فيهم لعيبه مبشره. لكن النهارده عمل حاجه ان هو حط 8 لعيبه لاول مره بيلعبوا مع بعض، فكان وضع طبيعي ان الاداء يبقى مهتز الشوط الاول. يعني انت عندك حسن ابو المعاطي واحمد مجدي وسيد نمر اول مره يلعب النهارده، بقى له فتره ما بيلعبش بصفه اساسيه، محمد السيد، عمار ياسر، حسام اسامه،
ومتيابة ونصر منسي، كل دول أول مرة بيشاركوا، يعني سواء كان كبير في الفريق الأول أو اللعيبة اللي هي الصغيرة. فأنت بتغامر بعدد كبير، يعني ما فيش غير المسلوسي، المسلوسي تقريبا هو الوحيد اللي هو أساسي خط الظهر. أيوة، محمد أشرف رؤى برضو ما بيشاركش على فترات. فهو يعني هو عمل حاجة مينا، إن هو بيقول لك أنا دلوقتي هجرب وهريح الناس واشوف اللعيبه اللي موجوده دي يقدر يعتمد عليها ومين اللي خمس لعيبه من اللي في ارض الملعب، لو بنتكلم في ارض الملعب 10 بصرف نظر على جول كيبر فهم 10، خمسه منهم 50% منهم شباب وصغار السن. اكتر من 50 يعني، ما انت بتتكلم في خمس لعيبه وهم بداوا، بس انت بتتكلم على اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى لها كتير. فلا احنا بنتكلم ادي عندنا خمسه، سيد نيمار ما بيلعبش بقى له كتير، رؤى 6 7 7 لعيبه ممكن، هو ده في عرف الكوره، في عرف الكوره كتير يعني، في عرف الكوره اما تيجي تعمل احلال وتجديد او ما بتيجي تعمل روتيشن كتير، العدد ده كبير جدا ان انت تستخدمه في مباراه واحده وتبدا بيه. يعني انت، انا ممكن استخدم الخمسه دول، ممكن استخدمهم في خلال المباراه، يعني ان انا اشتغل ابدا بالقوام الاساسي، بس هو ممكن يكون فكره هو اللي حاضر مع اللعيبه وهو اللي بيشتغل وهو اللي شايف عايز يريح عبد الله، عاوز يريح نصر ماهر، عاوز يريح اوباما، عاوز يريح اللعيبه اللي موجوده عندك. سيف الجزيري كمان تقريبا كان مصاب النهارده، ما شاركش. فانت عندك، انت عندك برضه ما كانش يعني موجود في البودله، ما هو كان مصاب قائمه البودله، كان في محمد عواد، احمد رفاعي، محمد عاطف، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، يوسف اوباما. انا كان نفسي بدل ما ينزل نصر ماهر يلعب ناحيه اليمين كان نزل محمد عاطف، اشوف محمد عاطف في مكانه الاصلي، في مكانه الاصلي هستفيد منه، هحتاجه الموسم القادم، هطلعه اعاره، هعمل معاه ايه، او هو كن حزم امره خلاص، يعني خلاص ان هو هيعار خلاص، او ان هو شاف يعني هو خلاص، يعني اعتقد ان هو خد تصور كامل عن اللعيبه كلها وبيجرب الولاد الصغيرين عشان اشوف الموسم الجديد انا هحتاج كام لاعب وهيفضل معايا كام لاعب، والاضافات اللي هضيفها في يناير هيبقى كام لاعب. اعتقد ان هو حط التصور بتاعه في دماغه وبدا الخمس ماتشات دول، اعتقد ان هو بيجرب فيهم وبيشوف وبيريح اللي عايز يريحه وبيجرب اللي عاوز يشوفه، وهو يعني انا اعتقد ان هو شايف حاجه في بعض اللعيبه اللي موجوده ان هو بيشركهم في المباراه. يعني انا عندي طب وجهه نظر عايز اسال حضرتك فيها. لو الزمالك كان كسبان الشوط الاول وقررت انزل لعيبه ناشئين الشوط الثاني، طيب مش دي مختلفه لما اللعيبه الناشئين ينزلوا في الشوط الاول ويكونوا تحت ضغط؟ يمكن الراجل ده سؤال، انا ده مش رايي، يعني انا بسال حضرتك، هل جوزيه جوميز كان حابب يحط اللعيبه دي تحت ضغط معين؟ لا احنا نازلين ده 0-0، انتوا اللي بادئين المباراه، اتعاملوا ازاي تحت الضغط؟ الجمهور بيلعب من غير مسانده اللعيبه الكبار، من غير مسانده نجوم الفرقه، ده ممكن يكون وجهه نظره؟ هو ممكن يكون بيحطهم تحت ستريس عشان اشوفك انت تصلح تلعب لنادي الزمالك تحت ضغط ولا لا، لان اي لعيب، اللعيب اللي بيلعب لفرقه بتلعب على بطوله لازم يبقى يقدر يتحمل الضغوط، يقدر يكون عنده شخصيه من وهو صغير في السن ده. واعتقد ان برضو احنا بنتكلم على اللعيبه دي، احنا شفنا امبارح مين اللي توج بدوري ابطال اوروبا، اليورو، اسبانيا، اليوروبا ليج، اسبانيا فيها كم لاعب سنهم صغير، كلهم اعمارهم تحت ال 20 سنه تقريبا، تحت ال 25 سنه، لامين يامال 16 سنه ونص، لامين يامال يعني عنده 16 سنه ونص، قول 17 سنه، يعني احنا بنتكلم في اللعيبه اللي معانا مواليد 2000. لا بالنسبه له ده مش ناشئين، دول مش ناشئين يا كابتن، اما انا بقول لك يعني بالنسبه لامين يامال، لا دول لعيبه كبيره. انا بكلمك ان احنا عندنا بنتاخر، ان احنا عندنا بنتاخر في اعطاء الفرصه للاعبين. انا نفسي ندي فرص للاعبين، احنا كنا زمان واحنا صغيرين، يعني انا اتخذت الفرصه مع الفريق الاول في بلديه المحله وانا كان عندي 18 سنه، وكل الجيل اللي هو معانا اللي صعد ببلديه المحله للدوري الممتاز كنا كلنا لعبنا واحنا عندنا 17 سنه و18 سنه. فاللاعب لازم ياخد فرصته من بدري، لازم المدربين يبقى عندها الجرأه ان انا ادي للاعيبه الصغيرين من بدري. مستر جوميز يعني بيحط اللعيبه تحت ضغط وبيلعب، هو بيبقى حاطط سيناريو في دماغه ان انا هلعب الشوط الاول باللعيبه اللي هي الصغيره
اديهم الفرصه وياخدوا الضغط بتاعهم، وبعد كده ابدا بالتغييرات، انزل باللعيبه الخبرات واللعيبه الكبيره واللعيبه اللي هي بتلعب من اول الموسم. اعتقد ان هو نجح فيها في ماتشات اللي قبل كده، بس ما كانش بالعدد الكبير ده. النهارده نزل بالعدد كبير على اساس ان بلديه المحله المستوى الفني بتاعها الفتره ديت في هم تحت ضغط برضو، وامورهم مش احسن حاجه بالنسبه لبلديه المحله. عندهم محتاجين يكسبوا كل الماتشات اللي جايه بلديه المحله، اعتقد يعني عشان يقعدوا لازم يكسب كل المباريات اللي جايه. هو باقي ليه اربع مباريات، منهم مباراه للزمالك في الاخر برضو تاني، عنده الاسماعيلي وعنده الجونه وعنده سيراميكا. فانت عندك ثلاث مباريات برضو جامدين، وفرق برضو مش 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 قليله. فنادي بلديه المحله محتاج يكسب المباريات اللي جايه كلها عشان او على ثلاثه من الاربعه عشان يقعد في الدوري الممتاز، في حاله ان الفرق ان فاركو تخسر كل ماتشاتها او تكسب ماتش او تتعادل ماتش. فانت محتاج ان انت تكسب عدد كبير من المباريات. فبلديه المحله كان بيلعب النهارده تحت ضغط وكان محتاج الثلاثه بونت. كان بيحاول وبيروح وبيهدف، يعني عايز يهدف يعني. فانت لما تلعب بعدد كبير من الناشئين النهارده ولاعيبه البلديه محتاجه المباراه، فانت حطيت اللعيبه تحت ضغط. الشوط الاول انت ما كنتش يعني ما اديتش الاداء الجيد، بدايه الشوط الثاني انت بدات تتحسن لما نزل عبد الله السعيد ونزل ناصر ماهر وبدات التغييرات وبدا ينزل مصطفى شلبي، بدانا نستحوذ على وسط الملعب. رجعنا عملنا تغيير ثاني يا امينه قلب الماتش ثاني، يعني انت بعد ما كنت انت مستحوذ وبدات تهاجم عشان تجيب جول، الماتش اتقلب تاني لما غيرت نيمار ونزلت سيف جعفر باك رايت. فانت عملت مشكله في ناحيه الباك رايت وقللت ناحيه الباك رايت، وبعدين حطيت يوسف اوباما هاف رايت، وهو يعني ما ينفعش ان هو يبقى هاف رايت. هو بيلعب شادو سترايكر او يعني ساعات بيبقى يعني ساعات مهاجم. فانا لو لعبت بمحمد عاطف كان هيبقى افضل، وان انا ادخل اوباما جوه الملعب او ادخل اوباما راس حربه واخرج ناصر ماهر، لان انا كنت شايف ان ناصر ماهر يعني ضيع فرص سهله وما كانش مركز النهارده. فانا يعني بس طبعا هو يعني احنا ناصر ماهر ناصر منسي ناصر منسي مهاجم. معلش احنا بنغلط. ما انا بتلخبط، بس انا عشان مركز جدا عايز اعرف مين اللي ضيع. هو ناصر، ان في سؤال عايز اسالك عليه كمهاجم، بس دي قبل ما اسالك عليه. جوميز النهارده كان ليه تصريحات بعد المباراه، عايزين نستعرضها لحضرتك ونناقشها مع بعض. جوميز قال انه اعتمد في مباراه بلديه المحله اليوم في مسابقه الدوري العام على خطه لمنح ناشئين بعض الدقائق للعب في اللقاء. قال عليكم تفهم اننا كمدربين نسعى للفوز دائما، ولكن اليوم كان مريحا جدا من اجل اللعب مجموعه من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز في المباريات. الدوري سينتهي في منتصف شهر اغسطس، وفي نهايه شهر سبتمبر تنتظرنا مباراه كبيره ومهمه في السوبر المصري. وتساءل كم من الوقت نحتاجه للراحه وفتره الاعداد. لا يوجد وقت كافي، ومن الممكن ان يكون قرار مجنون ان تتلاحم المواسم ببعضها. ونرى ان حصول عدد من لاعبين الشباب على فرصه المشاركه في المباريات سيساعدهم على الظهور بشكل افضل في المستقبل. قال كمان علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين الشباب فرصه او لا، لذلك لابد من منحهم وقت رؤيتهم في الملعب، لاننا اذا بدانا المباراه باللاعبين الاساسيين فلا يوجد سوى خمس تغييرات فقط. لا يوجد شخص حزين اكثر مني بسبب عدم الفوز في مباراه اليوم امام بلديه المحله، لاننا نخوض كل لقاء من اجل الفوز. قال كمان بعض اللاعبين الشباب نعمل معهم يوميا وهم يمتلكون افضل من ذلك، وهذه مغامره وعلينا ان ناخدها، لانه اذا لم نغامر حاليا ستكون هناك مشكله كبيره للاعبين. واختتم قائلا الافضل ان نمنح اللاعبين الشباب فرصه للمشاركه الان، واعلم ان الجميع يريد الفوز، ولكن من الافضل هذا القرار للنادي الان. يعني من رايه ان ده القرار الافضل ليه دلوقتي. زي ما احنا قلنا هو مضطر، يعني هو مضطر ان هو بيدي للعيبه ديت عشان اريح بعض اللاعبين. وهو قال نقطه مهمه جدا، ان انا عندي مباراه السوبر وعندي الموسم الجديد، يعني هيتلاحم مع الموسم، يعني الموسم الجديد هو تقريبا يبقى عنده اقل من شهر. لا ده 17 يوم تقريبا بالنسبه لمباراه السوبر ولا بالنسبه للدوري الجديد؟ بالنسبه للدوري الجديد لا، هو اقل بقى من كده لمباراه السوبر.
لا ده يوم 27 27 سبتمبر. فانت يعني معلش يعني هو الراجل لو ما ادالهمش دلوقتي خلاص ما فيش وقت اصلا يعني. هو بيتكلم احنا بنتكلم بس في نقطه من وجهه نظرنا احنا ان هو يعني ان هو ما يديش العدد ده كله. يعني انا رد على السؤال بتاع حضرتك ده عشان لو هو موجود نساله. قال لك ان احنا كنا ممكن نديهم فرصه من الاول اللعيبه الكبار بعد كده نديهم فرصه في شوط ثاني، ما عندناش غير 5 تبديلات، هو عايز يشوف عدد اكبر من اللعيبه. احنا برضو احنا بنتكلم من وجهه نظرنا. هو انا على فكره برد رد هو انا ما أيوة يعني فاهم. انا بالنسبه لي متفق معاك يعني. لا انا فاهم انا بقى انت بتتكلم من احنا بنتكلم من وجهه نظرنا. وهو ليه وجهه نظر طبعا. وهو اللي في المطبخ وهو اللي مع اللعيبه وهو اللي شايف وهو اللي هو اللي هو اللي بيغامر وهو محتاج المغامره. هو قال لك انا لازم اغامر، ما طالما انت محتاج تغامر يبقى انت لازم يكون عندك قلبك جامد وتشتغل وتغامر. وانا بيعجبني الحقيقه يعني الحقيقه انا لما اشتغلت معاه بيعجبني ان هو يعني ما بيخافش، ودي حاجه مهمه بتبقى حاجه ميزه كويسه لاي مدير فني ان هو ما يكونش بيخاف، ان هو يبقى عنده بياخد الريسك. لازم اخد الريسك انا كمدرب لازم اخد الريسك. لو ما خدتش الريسك وجازفت مش هعمل حاجه يعني. هفضل بعد كده انا محتاج اللعيبه دي او مش محتاج اللعيبه دي، هخرج اللعيبه دي تطلع اعارات. هو بيقول لك اللعيبه دي محتاجه انها تتشاف وانها تطلع بشكل كويس. طيب اللعيبه دي ممكن اطلع منهم اعارات او هيكمل معايا؟ فانا لازم اديله فرصه وتحت ضغط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فانت لا يعني الراجل الله يكون في عونه الصراحه يعني. فهو احنا شفنا النادي الاهلي السنه اللي فاتت ريح اللعيبه كلها وبدا يلعب بالصف الثاني وبدا يلعب بيدخل مجموعه من الناشئين. ريح لعيبته السنه اللي فاتت عشان ما كانش في كان في تلاحم برضو بين الدورين. انا شايف ان ده برضو يعني حاجه كويسه ان انت تعمل اراحه للعيبه زي عمر جابر ودونجا وعبد الله وناصر ماهر وشلبي وكل اللي موجودين اللي هم محتاجين راحه. اديهم اعمل لهم روتيشن واديهم راحه عشان برضو بعد كده هحتاجهم، لان الوقت زي ما بنقول في احنا بقى لنا 5 سنين احنا بقى لنا 5 سنين من 2019 من 2019 كورونا احنا من ايام كورونا من دوري كورونا فاحنا عندنا في تلاحم الموسم بيخلص بتبدا يومين بتلاقي اسبوع بتلاقي الموسم الجديد ده بدا. البلاد كلها بدات فتره الاعداد دلوقتي، يمكن اليورو خلص راحه تبقى لعيبه اليورو. احنا شفنا 4-5 دلوقتي أيام. السعوديه نزلت الجدول بتاعها من اول يوم لاخر يوم بالجداول بتاعتها بعدد الايام اللي هيحتاجها الدوري وعدد الايام اللي هيحتاجها المنتخب وعدد الايام اللي هيحتاجها الانديه وبطولات كل البطولات متحدده الايام بتاعتها والمباريات متحدده. حتى العشرة الاواخر من رمضان اللي موقفين فيهم الدوري عاملين حسابهم، فحطوا كل البلان محطوط من اول يوم لحد اخر يوم. احنا عندنا المفروض احنا نبدا هذا العمل ويكون السنه الموسم اللي جاي ده ويكون موسم استثنائي ان احنا نعدل فيه الجداول ان احنا نظبط فيه شكل الدوري السنه دي نعمله موسم استثنائي عشان بعد كده السنه الموسم بعد القادم يبقى عندنا شكل دوري منتظم. ويا ريت نقلل عدد الفرق بدل ما احنا 18 فريق يبقوا 16 فريق عشان تبقى المنافسه احسن وعدد المباريات يبقى اقل وعندك يبقى مساحه للتوقفات او الموسم الجاي شايفه ان دوري من مجموعتين افضل ولا دوري من دور واحد افضل ولا زي ما احنا نلعب ونظبط الوقت؟ بص هو انت تقدر تظبط الوقت بس لازم يكون في موسم استثنائي عشان يبقى عندك وقت كويس وفي راحه كويسه للاعيبه. انا شايف ان احنا ممكن نعمل دور واحد زي دوري المحترفين طبقناه. كان دور واحد وكان ماشي كويس والشكل الاداء كان طبعا كويس. هيجي انديه تتخانق على الملاعب يقول لك ليه يعني مثلا مباراه الزمالك والاسماعيلي نلعب على انهي ملعب؟ ملعب اسماعيليه ولا ملعب استاد القاهره؟ مباراه بيراميدز واسوان ايا كانت الفرقه يعني هتتعمل قرعه غير موجهه يعني قرعه بتطلع انت بتتسحب ده هتلعب المباراه الاولى كذا المباراه الثانيه كذا المباراه الثالثه زي ما تطلع. وبعدين انت حتى لو قعدت اول 4-5 مباريات بتلعب بره ارضك. انا عايز اقول لك على حاجه يعني حاجه انت عندك الدوري عندنا بيتلعب في القاهره واسكندريه صح تلعب في حته تانية فاللي بيلعب في الاسماعيليه السنه الجايه هيبقى في المحله مباراه وفي الاسماعيليه مباراه صح يعني انت عندك يعني لو بلديه فضل في الموسم كمان ما انا هقول لحضرتك لو بلديه فضل في الدوري هيبقى عندك مباراه غزل المحله ومباراه بلديه المحله
واسماعيليه مباراه الاسماعيلي يعني واسكندريه يعني انت ما انا بقول لك المباريات مش اربع محافظات فما فيش مشكله في انك انت تلعب هتلعب بره زي جوه وتقريبا 95% من الانديه عندنا ما عندهاش ملاعب يعني كله بيأجر ايه؟ كله بيأجر معظمهم معظم الانديه يا اما موجوده في استاد القاهره يا اما في استاد السلام يا اما في استاد برج العرب يا اما في استاد اسكندريه او الدفاع الجوي او الدفاع الجوي فانت ما بتخرجش عن اطار القاهره واسكندريه ولو في مباراه اسماعيلي في اسماعيليه او مباراه المحله في المحله ويعني وبلديه المحله يعني انا اعتقد ان فرصتها في البقاء السنه دي يعني فرصة قليلة لكن موجودة وبعدد المباريات لسه في الملعب الأمور لسه ما اتحسمتش ونتمنى التوفيق إن شاء الله لبلدية المحلة في المباريات اللي جاية عنده ثلاث مباريات سيراميكا والجونة والإسماعيلي أعتقد أن هم ثلاث مباريات لو أنت أردت أنك تكسب ممكن يكسب الثلاث مباريات أنا عايز أسألك عن لاعبي نادي الزمالك برأي حضرتك مين العناصر المميزة اللي لفتت نظرك ان هي ممكن تكون يعني مع الوقت ممكن تديك احسن بكتير خلال الثلاث اربع مباريات اللي فاتوا شفنا عدد كبير من الناشئين بالاسم قول لي مين من اللعيبه اللي لفت نظرك يعني شايفه متألق صراحة او ما حطش بصمته مش متألق بس مأدي ينفع بروميسنج يجي منه يعني في عندنا في احمد مجدي المساك يعني معقول هيجي منه يعني قدامه مستقبل لو خد فرصه اكتر هيبقى كويس في عندك لعيب في وسط الملعب محمد سيد لعيب كويس كورته كويسة عنده شخصية عمار ياسر وحازم مسامة على فكرة كلهم بينتظروا المستقبل محتاجين فرصة كمان اتنين وتلاتة عشان اقدر احكم عليه اقول لك ده ينفع يكمل مع نادي الزمالك او يطلع عارة ويرجع تاني حسن ابو المعاطي باك ليفت مبشر يعني نقدر نقول لان اول يوم النهارده اشوفه يعني انا اول يوم بس حاسه جريء عن شخصيه بيصحى يعني الكوره وبيروح وبيطلب الكوره اول يوم اشوفه النهارده فانطباع كويس فانت محتاج وبعدين بس خلي بالك مستر جوميز مش هيدي اللعيب غير اذا كان واثق فيه وشايفه كويس وعارف ان هو عنده حاجه كويسه انا كان نفسي بس اللي كان نفسي فيه ان 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 مهاب ياسر ومحمد عاطف ياخدوا فرصه حقيقيه ان انت تشوفه في الملعب في مكانه يعني محمد عاطف لما لعب في الباك ليفت كان شكله كويس وكان كان مؤثر بس هو لنا في مكانه عايزين نشوفه في مكانه انا عايز اشوفه في الهاف رايت طيب لان هو فعلا هاف رايت كويس محتاج ياخد فرصه ليه قوي سريع مهاراته كويسه يعني انا شايف ان الولد ده لازم ياخد فرصه يعني انا متعاطف معاه حاسس ان عنده حاجه بس لازم ياخد فرصه وياخد الثقه فانت اللعيب لازم يا مينا لما بتدي لعيب الثقه دي ب 50% من مستواه 50% عليه هو بقى يبقى يطور من نفسه يشتغل يجتهد يقاتل على الفرصه بتاعته بس لما اخدها يعني اديني الفرصه وانا هشتغل فانا شايف ان هو عنده حاجه كويسه الا اذا بقى كان هم خلاص يعني خدوا القرار ان هو خارج عارة لان انا سمعت ان هو ممكن يطلع عارة فديت برضو يعني حاجه نفسي اشوفه في الملعب ونفسي اشوف اللعيبه كل اللعيبه عشان لما اخرج لعيب بره ابقى عارف اخرجه عارة ولا اخرجه اقول له شكرا ربنا يوفقك في مكان تاني طب مين من اللعيبه دي ممكن نشوفه عنصر اساسي في فرقه نادي الزمالك الموسم القادم لو حتى اسم واحد شايف انه ده ممكن يلعب اساسي الموسم الجاي ممكن احمد مجدي المساك لعيب كويس يلعب اساسي هو بيلعب حتى من غير يعني ما بيعملش مشاكل في الملعب بتلاقيه بيتحرك كويس هو المسلوسي اداؤه معقول التحاماته كويسه بيختار التوقيت المناسب يعني ولد كويس محمد سيد في وسط الملعب كورته كويسه ولعيب كويس وممكن يبقى ليه مستقبل يعني طيب حتة المهاجم حضرتك كنت مهاجم كبير وعلامات استفهام كبيرة جدا وكتيرة جدا على أداء نادي الزمالك الهجومي النهاردة ناصر منسي ضيع واحدة غريبة جدا جدا تعليق حضرتك كمهاجم بص ناصر منسي مهاجم كويس جدا لكن انت لما بتحتاج انت كمهاجم بتحتاج الثقة انت لما بتديني الثقة انا كمهاجم
بقدر يعني اقدر اكون في الفورمه وادي اداء كويس واهدف. ناصر منسي جه فتره في الكونفدراليه لعب في ابو سليم بره ملعبك جاب جولين، كان لازم ياخد في الفتره دي لازم ياخد فرصه اكتر وفرصه اكبر وتدي له ثقه ان انت واثق فيه. انا حاسس ان ناصر مش حاسس بالثقه ديت من الجهاز او من مستر جوميز. الكره اللي ضاعت ديت يا مينا نتيجه خوف عليها قوي، كره سهله فهو خايف من الكوره. ينفع يا جماعه لو نجيب الهجمه دي لو طول ما المهاجم قلقان من الكوره او خايف من الكوره او خايف يضيع او خايف ان حد هيتكلم لو ضاعت او مستقبلي اصل لو ضاعت، فكل الافكار دي لما بتيجي في دماغك في اثناء الكوره فالكوره بتطلع ما بتجيبهاش جول. فاكر انت الكابتن ايمن منصور لما قعد فتره 11 مباراه ما كانش بيجيب جول، كان بيبقى قلقان ومتوتر ومستعجل لحد ما جاب جول في ماتش الاهلي اللي كسب فيه 1-0. يعني اعتقد من بعدها الكابتن ايمن منصور بقى نجم نادي الزمالك وبقى هداف نادي الزمالك وفتحت معاه. قبل كده برضو كان في لاعب الجول كان وقع حطها جول، ما كانش حد. بص هي لو قعد عمل فيها اي حاجه غير اللي هو عمله هتيجي جول، بس طالما هو قلقان ومتوتر ومستعجل بتطلع، يعني بيبقى فيه تفكيرات كتير، طب اسندها، طب احطها على الارض، طب احطها في الزاويه، طب إيه إيه. فبتلاقي انت شفت الجول الثاني اللي سيف الجزيري جابها في النادي الاهلي، نزلت حط بطن رجله، حطتها بعيد عن الناس بطن رجله، ما فكرش هي جايه حط بطن رجله خلاص. الجول بتدخل بنسبه، كانت نازله برضه، كانت نازله من الهواء يعني، ما كانتش نازله صعبه على فكره، كانت صعبه وكان في حد ضغط مرة على فكره، وكان في حد ضغط اصعب بندي بكتير. انا بكلمك ان انت لما اللعيب بيبقى المهاجم بالذات وحارس المرمى الاثنين لازم يبقى فيه استمراريه وفيه ثقه، ان انت بتدي له الثقه بتاعته. انا لما ببقى مهاجم نازل عند الثقه والناس حاسس ان المدير الفني واثق فيا واللعيبه واثقه فيا والجمهور واثق فيا، هبدع بقى هنزل ابدع، بتعمل كل اللي يعني. حسام حسن في سموحه دلوقتي حاسس بثقه باللي حواليه وثقه بالجهاز، ثقه من مجلس اداره، ثقه من الناس اللي كل الناس اللي في سموحه، فبيأدي اداء كويس. لما كان في النادي الاهلي ما كانش عنده الثقه دي، كانت منزوعه منه، فما كانش بيأدي، ما كانش يعني خلاص هربانه زي ما بنقول، هربانه منه ان هو يبدع او ان هو يتألق. كذلك اي مهاجم، خلي بالك الهداف ده لازم يكون دماغه ذهنه فاضي وعنده ثقه عاليه قوي عشان يعمل لك اللي انت عاوزه، يجيب لك الجوال اللي انت عاوزها. حتى بتيجي في فترات يعني لما بتيجي المهاجم لما بيبقى بيهدف وبعدين المدير الفني تاني يجي يحس ان هو في قلق كده من ناحيه المدير الفني، فبتلاقي مكنه الاهداف بتاعته بتتعطل. صح. او بتلاقي مهاجم كانت واقفه معاه ويجي مدير فني جديد يديله الثقه، تلاقي المكنه اشتغلت وبدا يهدف. هو لو خد الثقه زي ما حضرتك بتقول، الثقه هي الاداء. لاعب الكره لاعب الكره رقم واحد، العامل النفسي رقم واحد. احنا دلوقتي في الجيش بيعملوا حاجه اسمها الشؤون المعنويه. الشؤون المعنويه ديت هي رقم واحد للانسان. الانسان ده جهاز عصبي، لو الجهاز العصبي بتاعه توتر فخلاص انت فقدت التركيز، فقدت الاداء. ده بيأثر على الجهاز العضلي كمان بتاعك، بيدي اوامر مضطربه، فانت بتلاقي الاداء بتاعك بيبقى مضطرب. لكن لما الجهاز ده 600 قرار وقررت متاخره وفكر تفكيرين فبتبقى الامور لما بيبقى القرارات كتيره، زي ما بيبقى طريق ممهد للعربيه بتمشي او طريق فيه زلط والاثنين هيوصلوك، بس واحد مش توصل بسهوله، واحد مكسر وواحد مطبط وزلط ورمل وبهدله. فانت الجهاز العصبي لما بيبقى سليم والدنيا حلوه والحاله المعنويه بتبقى كويسه بتلاقي الدنيا سالكه. حتى يعني انا كنت بحسها وانا بلعب، لما كانت الحاله المعنويه بتبقى حلوه كنت بعملها كده، بتروح كده بتروح بدماغك برجلك ببطنك، بتروح يعني في كره جت لي كده بين البنين، فما فيش حاجه اعملها يعني، حطيتها خبطتها ببطني دخلت جول. والله ما بتكلم بجد. وفي اوقات تانية الجول بيبقى فاضي زي بتاع ناصر كده،
بتلاقي الدنيا صعبه وعلى رجلك وكل حاجه كل حاجه، وممكن يجي لك الجول فاضي وتيجي تعمل بطن رجلك الكره تقف تحت رجلك وتقع على وشك كمان، وممكن تيجي تحط بطن رجلك تعدي من تحت رجلك. عشان وانا بحط رجلي دماغي بتفكر وخايف من اكتر. بص كان في كابتن فاروق جعفر كان ماسكنا في البلديه وماسكنا في الزمالك وفي منتخب مصر، قال لي كلمه حلوه قوي، قال لي طول ما انت خايف من الكوره مش هتجيب جول، ما تخافش من الكوره، تجي لك حط بطن رجلك حط وشر، اختار القرار الواحد ونفذه صح. اول قرار يجي في دماغك اشتغل عليه، جات هحطها ببطن رجلي حط ببطن رجلك، ما فكرش بقى احطها كده اعملها كده، لا هي زي ما بتجي لك التفكير الاول اشتغل على التفكير الاول. هي انا بالنسبه لي كره القدم حاله معنويه وجهاز عصبي رقم واحد. تمام. قبل يعني هحتاج اسالك تقييمات اللعيبه، لكن استاذنك واستاذن الساده المشاهدين نطلع فاصل، لكن قبل ما نطلع فاصل محتاجين نقول لكابتن محمد صبحي نجم نادي الزمالك كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، فاصل سريع ونرجع مره ثانيه، اوعوا تروحوا في اي حته. يطفئ محمد صبحي حارس مرمى فريق الكره الاول بنادي الزمالك شمعة جديدة من العمر، ويكمل اليوم 15 يوليو عامه 25 محمد صبحي الحارس الذي اتفق الجميع على موهبته الكبيرة، تعول عليه جماهير الزمالك دائما وأبدا آمالا عريضة وثقة لا محدودة في الدفاع عن العرين الأبيض. ونجح محمد صبحي خلال مشواره مع الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 48 مباراة رسمية، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الماضية. وكان محمد صبحي قد جدد عقده مع الزمالك لمدة 4 مواسم قادمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مبدياً أن رغبته الأولى والأخيرة عن الدفاع عن حراسة العرين الأبيض والبقاء إلى نهاية مشواره الكروي داخل قلعة نيت عقبة. محمد صبحي، مستقبل حراسة المرمى في القلعة البيضاء، عيد ميلاد سعيد. اكتشف شريف الفار موهبته وهو دون 9 من عمره ليقضي سنوات عديدة من التألق داخل أسوار القلعة البيضاء، ودعا شعره الأشقر في صغره لتلقيبه بالخواجة من قبل مديره الفني ليستمر معه اللقب حتى الآن. هو نجم الزمالك محمود عبد المنعم عبد الرحمن الشهير بالخواجة. وبدأ الخواجة توجهه في صفوف الفريق الأول للزمالك بعد تصعيده في عام 1967 بواسطة الكابتن عصام بهيج، ونجح في أول اختبار رسمي له بقميص الفريق الأول بتسجيل هدف فوز الفارس الأبيض في شباك حارس الترسانة الشهير حسن علي في عام 1970. الخواجة ابن حي الضرب الأحمر، أبدع وأمتع عشاق الزمالك رفقة زملائه من أبناء مدرسة الفن والهندسة على مدار عقد السبعينات، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري موسم 1977-1978، كذلك الظفر بلقب كأس مصر 3 مرات وكأس أكتوبر 1 مرة. وانضم الخواجة لصفوف منتخب مصر وهو دون 17 عمره تحت قيادة المدير الفني شحت الاسكندراني، ودون الخواجة اسمه في سجل هداف الزمالك بزيارة شباك المنافسين في 18 مناسبة قبل أن يودع الملاعب ويعلن اعتزاله المستديرة في عام 1981 وهو في 29 عمره. وتوجه الخواجة لمجال التدريب وقاد عدة أندية بقطاع الناشئين بالزمالك، كذلك العمل مساعدا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي في أكثر من مناسبة، فضلا عن عدة تجارب خليجية بالسعودية والإمارات، ليبقى الخواجة أحد رموز القلعة البيضاء التي يعتز بها كل محب وعاشق لقلعة زامورا.
كل سنة وحضرتك طيب كابتن محمود الخواجة، ودايما يا رب مبسوط ودايما وسطنا وسط نادي الزمالك، وتفكرنا دايما بأهدافك الجميلة. كابتن أكرم، عايز ناخد تقييمات لاعبي نادي الزمالك اللي شاركوا والبدلاء. أنا عارف إنه كابتن ما بتحبش الموضوع ده، لكن أنا أحب أوي التقييمات. يعني نبدأ محمد صبحي كم من 10؟ محمد صبحي 8.5. طب يعني خليني اسالك أنا سؤال، اعتبر انا بالنسبه لي كان نجم المباراه النهارده. طب خليني اسالك سؤال عشان ابقى عارف انا واقف فين معاك. اعلى رقم بتديه اللعيب، اعلى رقم بتديه اللعيب كام؟ اعلى التوب فور 8 8.5 يعني اعلى رقم 8.5. مفيش حد بياخد 10 على 10. 9. مفيش حد ياخد 9 و10 ديت في كره القدم. يعني ممكن ياخدها ميسي كده مثلا، يعني ميسي كريستيانو، لكن 10 من 10 دي صعبه، او 9 من 10 صعب ان حد يوصل 9 من 10. ممكن حد يعني 9 يعني مثلا، يعني ماشي. يبقى ماشي. هنقول يبقى ماشي، يبقى اعلى رقم 9. ماشي، يعني لو ده اعلى رقم 9 يبقى محمد طيب. صبحي هياخد النهارده 9، وبنقول له كل سنه وانت طيب، يعني عيد ميلاده. حسن ابو المعاطي باك ليفت. ممكن صرف نظر عن نتيجه المباراه. لا انا ما بتكلمش عن نتيجه المباراه، احنا كلاعبين شفنا اداؤه. انا بتكلم على اداؤه، ممكن نديله مثلا 6.5. تمام. واحمد مجدي ممكن احمد مجدي ممكن نديله 6.5 7. 7. حمزه المسلوسي برضو 6.5 7. 7. سيد نيمار 6. 6. ماشي. رؤى. رؤى ممكن برضو 7. محمد سيد. محمد سيد برضو ممكن نديله في 6. 6. عمار ياسر. يعني عمار النهارده برضو كان مشاغب، يعني بيتحرك وكان بيحاول. ممكن برضو 6 6.5، مفيش مشكله يعني. وحازم اسامه كذلك. متيابه. متيابه النهارده برضو يعني ما حسيتوش قوي النهارده، ممكن عشان اللي حواليه، لكن ممكن برضو نديله 6.5 يعني. حازم اسامه. 7. ناصر منسي ممكن نديله 6. خروج محمد سيد ونزول كابتن عبد الله السعيد. كابتن عبد الله السعيد. لا، عبد الله استاذ، يعني ما تقدرش يعني حتى وهو في اسوء حالاته تديله مثلا 8. يعني هو لما بيبقى وحش تديله 8. يعني هو حد بيعرف يوظف مجهوده، عنده رؤيه كويسه قوي، بيحط امكانياته صح، يعني حتى بيفكر كويس. بص، اللعيب الكره في الملعب لما بيفكر كويس بيوفر مجهود كتير وبيبدا بينتج اكتر. فعبد الله من الناس الاذكياء، وبعدين ما شاء الله عنده خبرات كبيره بيقدر يتعامل في الحته دي كويس. يعني خروج حازم اسامه ونزول ناصر ماهر. ناصر ماهر طبعا لعب كويس، ويعني لما نزل انا شايف ان هو فرق في المباراه، يعني في الشوال اللي لعبهم. يعني كيف؟ هو نزل في الدقيقه مثلا حوالي 65 64 65 64 65 يعني ممكن نديله برضه 7.5 يعني. في نفس الدقيقة خرج متيابة ونزل مصطفى شلبي، كام؟ مصطفى يعني برضه نزل أدى أداء كويس، ممكن نديله برضه حوالي 7.5. خروج نيمار ونزول سيف فاروق جعفر، الدقيقة 75. لا يعني أنا الفترة دي يعني ما شفتش هو سيد، يعني سيف فاروق جعفر شوطة وما جاتلوش الكرة قوي، يعني ممكن نقول لم يختبر. ما تقدرش، لأن اللي خلي بالك الفترة اللي هي تغير فيها سيد نيمار ونزل سيف جعفر نزل باك رايت، فأنا ما أقدرش أظلمه وأديله تقييم وهو بيلعب باك رايت، فمكان مش مكانه. ما تقدرش تقول عليه، يعني ما أقدرش أديله أوباما. يعني أوباما ما شفتوش في الملعب يعني الحقيقة. لما نزل هاف رايت برضه، لعب هاف رايت، وديت برضه مكان ما يقدرش، يعني مش انتاجه، ما يقدرش ينتج في المكان ده. فاحنا هنديهم 6 و6 يعني سيف و تمام. جوزيه جوميز. والله بص انا يعني مش عايز اقيمه، لان هو يعني الحقيقه هو مدرب، يعني عارف انت بتحبه. هو كمان لما يعني كان فتره المعايشه هنتكلم عليها دلوقتي، اكيد قال كلام كويس عن كل الناس اللي اشتغلت معاه. فانا عايز اسالك، ياخد كام من 10 النهارده قبل ما نتكلم عن فتره المعيشه؟ لا يعني بص، هو يعني على الشغل، يعني انا عذره الاول، لكن ماشي. لكن في الاجمالي يعني ممكن مباراه النهارده كام من 10؟ ممكن نديله 6 من 10. 6 من 10. شايف بعض الاختيارات بس غصب عنه. يعني غصب عنه، يعني انت فاهم، يعني هو واخد يعني 6 من 10 بس غصب عنه. يعني هو يعني انا متعاطف معاه خلي بالك، لان انا مريت بالحاجات دي كتير وانا شغال كمدرب.
وخلي بالك لما بيبقاش عندك اما بيبقى عندك مشاكل كتير في الفرقه وما عندكش ثبات في التشكيل وما عندكش بدايل تساعدك وبيبقى عندك مشاكل كتيره في جوه وبره وعندك نقص في المراكز فانت كمدرب بتتعب يعني بتفضل شغال 24 ساعه بتدور على بدايل وبتجتهد لكن انا لو انا عندي مثلا المجموعه ثابته عندي التشكيل الاساسي موجود بعمل تغييرات محدوده في لاعب في اتنين في حاجه فبتبقى الامور سهله بالنسبه لي انا كمدرب ويمكن هو كمدرب يعني عايز اتكلم بلغه الاحصائيات يمكن احصائيات المباراه قدامي بصرف النظر ان احنا ما قدرناش نجيب جول ولكن الزمالك كان فايز في حاجه كتير قوي يعني يمكن الاستحواذ 64% نادي الزمالك التمريرات الصحيحه 405 تمريره صحيحه الفرص المصنوعه 10 فرص مصنوعه بنتكلم على الانذارات 7 انذارات اقل من الفريق المنافس او المخالفات مش الانذارات عفوا انذارات بطاقتين يمكن تسللات 3 تسللات وركنيات ركنيتين في المباراه على الورقه والقلم تحس ان الزمالك كان مستحوذ او متفوق لكن مفيش فينش مفيش فعاليه يعني مفيش فعاليه في الثلث الاخير نتيجه ان انت برضو بدات يعني انت لما بدات بحازم اسامه وعمار ياسر لسه اولاد صغيرين اللي هو المفروض انت يعني اللي كل دول العالم بتعتمد على الجناحين اللي هم دلوقتي هم الهدافين وهم اللي بيصنعوا الفارق فانت ده عندك مشكله بالنسبه للجناحين عندك ناصر منسي مش في حالته برضو نتيجه ان انت برضو الناس اللي حواليك مش مساعداك يعني بصوره كويسه متيابة برضو لسه ما ادكش المردود اللي هو شفناه في المنتخب فانت برضو وعندك محمد السيد تحت في وسط الملعب ومحمد اشرف رؤى اول مره بيلعبوا جنب بعض فانت برضو عندك كان عندك مشاكل في الحته الهجوميه صحيح ما عندكش الضغط الهجومي ان انت كل الناس دي تظهر مواهبها ده اللي كنا بنقول فيه ان انت اما تيجي تغير مجموعه ما تغيرش مجموعه كبيره يعني حط واحد كبير جنب واحد صغير واحد كبير واحد جنب واحد صغير واحد كبير عشان واحد يسند معايا عشان التاني يعرف اختبره او بس برضه ما اخسرش المباراه يعني احط اتنين ارتكاز وقدامهم واحد صغير يقدر يلعب في مركز 10 لو متيابة مثلا في مركز 10 يبقى انا حاطط اتنين رؤى ومعاه حد مثلا عبد الله السعيد او حد يكون الاتنين يشيلوا صحيح ناحيه الشمال يعني احمد مجدي وحسن ابو المعاطي الاتنين صغيرين قافلين جبهه يسرى فانت بالنسبه لك برضو الامور لازم تبقى يعني تحط واحد منهم والتاني يكون حد تقيل بيشيل عشان يبقى الخط متجانس وتقيل صحيح. يعني فهو الراجل غصب عنه وقال لك هو قال في المؤتمر قال ان انا لازم اديهم الفرصه خلاص انا هغامر وهدي الفرصه للشباب وهدي لهم الفرصه وده ده ده قمه يعني انا معجب بالتصريح ده ان انا عندي الجرأه وعندي القلب ان انا اجرب وان انا اغامر وانا عارف ان الناس طبعا كل جماهير الزمالك فينا جماهير الزمالك بتكلمني كتير على اساس ان هم عاوزين يكسبوا يعني عايز تحسن المركز عايز تشتغل عايز تخلق دوافع صحيح. فانا شايف ان هو يدي الفرصه هو خلاص يعني قال لك انا هدي الفرصه للناس دي وهدي الفرصه وهشتغل لكن مباراه الكاس الجايه مفيش الكلام ده ما اظنش يعني لا مفيش بقى ما انا لازم اشتغل لازم المباراه الجايه امام بروكسي في كاس مصر فتقريبا هو خلي بالك فرقة بروكسي فرقة كويسة جدا ولعبنا قبل كده هو فريق عنيد يعني بلغة الكورة طبعا فرقة كويسة جدا عندهم إمكانيات عندهم جهاز فني محترم جدا ومعاهم بقاله يعني الجهاز الفني تقريبا موجود من بقاله 5 سنين مع الفرقة يعني معاهم من الدرجة الثالثة واشتغل وصعد بيهم واشتغل محترفين وفرقة من الفرق اللي عندها لعيبة كويسة جدا وفرقة رخمة بلغة الكورة يعني فانت لازم تعمل حسابها كويس يعني انا خلي بالك هيبقى ما عندهمش ضغط عصبي زي بلديه المحل النادي البلديه كان عنده ضغط عصبي النهارده عايز يكسب عنده الثلاثة بونت ومحتاج في بروكسي ممكن هتنزل عايزه توصل ضربات جزاء يعني لا توصلك ضربات جزاء وهيلعب بيسوق نفسه من غير ضغط عصبي فهيلعب بمزاج عالي بس هو الفرق بس ان هو مخلص من بدري زي النهارده زي ما شفنا النهارده فرقه النصر بيلعبوا النهارده بقالهم فتره عمالين يتمرنوا بس ويلعبوا ماتشات وديه فطبعا ده مش ممكن يكون زي ما يكون انا عندي رجلي في الملعب وبلعب المباريات ودي حاجه من مساوئ التنظيم عندنا ان انا فرقه تخلص الدوري بتاعها
من 3 شهور او 4 شهور وافضل مستني عشان العب ماتش كاس، دي برضو حاجه صعبه جدا يعني بصراحه، من المساوئ بتاعه الدوري او التنظيم بتاعنا يعني. طيب فانا اتمنى ان شاء الله ان الامور يعني الامور هتبقى سهله، لان هم مش هيبقوا في الفورمه الرياضيه بتاعتك اللي انت فيها، حتى باولادك الصغيرين اعتقد ان انت هتبقى فورمه احسن وهتبقى اجهز منهم يعني. طيب عايز اسالك عن من شهر حضرتك كنت فتره معايشه مع جوزيه جوميز، عايزين نعرف الموضوع من الاول جه ازاي. بص هو انا يعني انا الفتره اللي فاتت خلصنا الدوري، الصور بتعرض معانا على الهواء حضرتك ما خلصنا الدوري، خلصنا الدوري بتاعنا بدري يعني، خلصنا تقريبا بعد رمضان باسبوعين في مع نادي بني عبيد خلصت الدوري، فانت بالنسبه لك قاعد الفتره دي كلها بتاخد دورات، بتتابع على النت، بتشوف حاجه جديده، فانا يعني قلت بدل ما في فتره عندي شهر في شهر كده كنت فاضي ان انا اقدر اروح، فقعدت افكر ان انا كنت عاوز اطلع بره مصر اشوف اعمل معايشه في اي حته بره مصر، فانت لقيت الدوريات كلها بتخلص، فانا يعني فكرت فقلت ناديه نادي الزمالك فهيبقى الدنيا متواجده، كلمت عبد الواحد السيد قلت له قبل ماتش الكونفدراليه، قبل ماتشات النهائي بتاع الكونفدراليه كلمت عبد الواحد قلت له ان انا محتاج ان انا ابقى في فتره معايشه مع مستر جوميز، فلو ينفع او لو انا مش هعطلك او ان انا مش هبقى عبء على الجهاز او الفريق او الفريق فكلمت عبد الواحد، فعبد الواحد استاذن من مستر جوميز، فهو رحب يعني رحب بالفكره بس قال ان هو بعد مباراه الكونفدراليه، وانا احترمته تمام، وبعد الكونفدراليه رحت مع الراجل وتعايشت معاه شفت ازاي بيشتغل في المباريات اللي كان شغال فيها ماتش الاتحاد وماتش ايه ابرز حاجه انا قالها لك. بص هو انا شفت بقى يعني هو اداني يعني شفت ازاي بيشوف التحليل الاداء بتاع المنافسين وبيتفرج على 5 مباريات أو 6 مباريات من آخر 5 6 مباريات للفريق المنافس اللي هيلعبه كاملين مش هايلايتس أو لقطات، لا بيشوفهم وبيحللهم ومعاه محلل أداء شاطر جدا، فبيجيب وبيشوف أنت نقط الضعف ونقط القوة في المنافس، بيبدأ يشتغل بقى يشتغل التدريبات نفسها وبيجهز التدريب بتاعك على نقط ضعف المنافسين، وراني حاجة عملها تريك عملها في التمرين مرن اللعيبة عليها، ووراني الماتش بتاع الاتحاد والجوال اللي جابها في ماتش الاتحاد جابها من التريكات اللي عملها في التمرين نتيجة الحاجات اللي شافها في التحليل الأداء. فدي حاجة برضو يعني في جهاز شغال، الراجل دماغه شغالة كويس وبيشتغل وبيفكر، فديت حاجة برضو يعني عجبتني، إلى جانب أن أنا شفت الاستخدام الجي بي اس برضو مع مخطط الاحمال برضو استخدامها ازاي، وبتشوف حاجه جديده يعني حاجه جديده بالنسبه لي، لان انا ما بشتغلش بالجي بي اس في الدرجه ما بنشتغلش حتى في مصر هنا بنشتغلش بالجي بي اس في الدرجات الادنى يعني لان ايه الجي بي اس يعني ممكن حضرتك تقول سريعا بس عشان يعني انت بجهاز بيتحط في الفيست بتاع اللعيب في الجيست بتاع اللاعب بيبدا يجري بيه في الملعب وفي التمرين، بيحسب لك عدد الكيلوات، بيحسب لك الطاقه الانرجي اللي انت بيحسب لك كل حاجه انت عايزها، بيحسب لك كل حاجه والجنبات وكل حاجه زي الساعات اللي هي الجديده السمارت ووتش اللي هي بتتلبس بيجيب لك كل حاجه بيجيب لك بقى بيشتغل وبيحطها وبينزل بقى المعلومات على لكل لاعب بيتعمل الاحصائيه بتاعته بتنزل على النت بتبقى موجوده بالنسبه للجهاز الفني يحللها بقى يعرف اللاعب ويعرف وبعد كده بتعرف اللاعب ده اقدر اعمل معاه ايه بيقدر يشتغل ازاي اللي محتاج ناقصه ايه كده يعني، فالامور بتبقى يعني حاجات جديده شفتها وبرضو استفدت من فكر الراجل الحقيقه يعني كانت فتره يعني بالنسبه لي انا استفدت بيها كويس يعني. جاهز اسئله الشاشه؟ يلا بينا يلا بينا اسئله الشاشه يا شباب. المدافع الأصعب الذي واجهته في مسيرتك الكروية؟ واحد بس؟ هو جه في بالك دلوقتي أصعب مدافع؟ نبيل محمود. معرفش أنا بس أكيد في حد. نبيل محمود. مين؟ نبيل محمود. كابتن نبيل محمود. لما كنت بلعب ضد الزمالك. تمام. رامبو. اللي بعده. رامبو. اللي بعده يا شباب. السؤال القادم.
هدف سجله زميل لك تمنيت ان تكون انت من سجلته؟ سؤال صعب. صعب جدا، لان انا الحمد لله سجلت اهداف كتيره، بس في جول حد جابه قلت يا لو انا جبت الجول ده. لا، في الجول اللي جابه حسام حسن في السعوديه الباك ورد ده اللي خدوا بيه البطوله العربيه، ده كان هدف كنت اتمنى ان انا اجيبه يعني. اللي بعده، أصعب مباراة خضتها في مشوارك مع الزمالك؟ بص، أصعب مباراة كانت مباراة الأهلي اللي تعادلنا، كانت القمة 80 اللي تعادلنا فيها 0-0. المباراة دي كنت بلعبها وأنا كان عندي إجهاد يعني غير طبيعي. كان تقريبا كل عضلاتي متبهدلة. ده أصعب مباراة وأسوأ مباراة تقريبا لعبتها يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كورة يعني. تمام، آخر سؤال معانا، سبب ابتعادك عن العمل التدريبي في الدوري المصري الممتاز؟ أتكلم ولا سريعا؟ احنا معانا دقيقة. بص، أنا معايا الرخصة إيه من سنة 2014. كان معايا دقيقة سريعة. من 2014. فالمفروض أصلا أنت طالما عملت الرخص الإيه يبقى أنت لازم الدوري الممتاز الليفل، الدوري الممتاز يشتغل بليفل ايه يعني ياخد الرخصه ايه. فانا المفروض كنت اشتغل في الدوري الممتاز من سنه 2014. ما اشتغلناش بالرخصه، في لعيبه في مدربين كانت بتشتغل من غير رخص اصلا في الدوري الممتاز من 2014 لحد دلوقتي. وفي ناس اشتغلت في الدوري الممتاز من غير بي ومن غير الايه. وانت معاك الايه ومفيش حد بيستخدم الايه اصلا عندك في مصر هنا. فانا بالنسبه لي واخد الايه من 2014، ما حدش بيستخدم الرخص اصلا في مصر هنا يعني. انت ممكن تبقى انت معاك الايه وتروح تشتغل في درجه ثانيه. ايه هو سبب الابتعاد؟ ان ما فيش عندنا تقييم للمدربين. ما فيش يعني الموضوع ان انت بقى لازم عندك علاقات كويسه. يعني في الوكلاء لازم يكون لك علاقات بالوكلاء وعلاقات برؤساء الانديه وليك علاقات. يعني الموضوع بعيد عن حته نطاق الشطاره او ان انا بروفيشنال او انا مدرب. لا، انا هقول لك على حاجه. والله مش بتكلم، انا الحمد لله من ناحيه التدريب ما مسكتش فريق والحمد لله، غير ان انا بنقله نقله، عملت بعمل طفره ونقله تاني. يعني انا كنت مع مطروح، كنت نادي مطروح كان في الممتاز به، كنت بنافس على الصعود مع البلديه وغزل المحله ودمنهور وفرق كبيره وفرق عريقه. مع المصريه للاتصالات مسكت المصريه للاتصالات كانت في المركز العاشر. اشتغلت معاهم 19 مباراه، كسبت 15 مباراه وتعادلت في 3، نقلتهم للمركز الاول. فانت لما بتيجي تتكلم الحمد لله يعني الحمد لله. ومن ناحيه معايا البكالوريوس تربيه رياضيه، معايا دوره الاكاديميه اليوم بقى، ممكن فرصه تيجي وترجع تاني الدوري ممتاز يا كابتن. يعني الوقت خلص بسرعه. الوقت الحمد لله. الحمد لله من الناحيه الفنيه ومن ناحيه التاهيل ومن ناحيه المعلومات الحمد لله اقدر اشتغل في الدوري الممتاز ومرتاح كمان. وكل زمايلي اللي شغالين في الدوري الممتاز كانوا معايا في الرخص وعارفين بعض. لكن كل التوفيق لحضرتك وكل الكباتن الكبار. كابتن اكرم عبد المجيد، نورتني وشرفتني النهارده، كنت مبسوط مع حضرتك حبيبي. تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين. اعزائي المشاهدين، للاسف خلصت حلقتنا، لكن بكره حلقه جديده من برنامجكم زملكاوي، وتصبحوا على خير يا رب ودام شغفكم ودايما اشوفكم في احسن حاله. توحشوني جدا جدا جدا. سلام.